خلينا نشوف بعض التصريحات والتغطيات اللي جريناها في المعسكر الهلالي والاتحاد. نبدأ بالاتحاد، صاحب الأرض مع عبد الله الراشد أجرى بعض اللقاءات للاعبي الاتحاد. مواجهة أمام فريق يعني من نفس المستوى، فريق جماهيري، تختلف عن مواجهة فريق مش جماهيري وفي نظام بطولة مختلفة؟ طبيعة الحال يعني فريق يعني الهلال وفريق الاتحاد يعني عندهم جماهير، يعني قاعدة جماهيرية كبيرة، ف يعني المباريات هذا كلاسيكو بين الهلال والاتحاد، كل المباريات يعني تكون يعني في واحد المستوى اللي تيكون مرتفع. نتمنى من الله يعني كحنا كلاعبين الاتحاد نقدموا واحد 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 المباراة اللي يستحسنها يعني الجماهير، ونقدموا لهم ان شاء الله الفوز والتأهل ان شاء الله للدور الثاني. محمد فوزي كيف يقيم مشاركاته مع الفريق الان؟ والله نقول لك مشاركات الحمد لله يعني غادي يعني في تحسن، يعني من مباراه للمباراه ان شاء يعني في تحسن. نتمنى ان شاء الله يعني حتى الحين انا ما ظهرت يعني بالمستوى ديالي يعني الجيد المعروف عن عليا. نتمنى ان شاء الله ندارك الموقف في المباريات الجايه ان شاء الله. احنا نقدر نأدي بشكل كويس يعني في ملعبنا، نقدر ان شاء الله نقدم يعني نجيب ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله نروح فرض ونفوز عليهم ان شاء الله. جيل هتان ومن جهة الاتحاد هتان وابو سبعان ضد نواف العابد وعبد العزيز الدوسري وسالم الدوسري، الجيل الاولمبي زي ما يقولون، من اللي يكسب؟ من الافضل بصراحه؟ والله هو احيانا تكون في تحديات في المنتخب يعني نتحدى مع بعض، نحن نفوز وما يفوز علينا، لكن دحين هي كده تعتبر 1-0 لهم لانهم فازوا علينا في جده، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نردها عليهم. في الدوري؟ في الدوري هم فازوا علينا في جده. وتستمر التحدي؟ انا ترى بنرد لكم في كاس الابطال وزي كذا. في تحدي تستمر على طول؟ ايه في التواصل على طول بينكم؟ ان شاء الله ايه، هو دائما التواصل بيننا دائما حتى مع زملاء اللعيبه اللي في الانديه الثانيه، ان شاء الله باذن الله نقدر نفوز عليهم ونقدر. طيب تان جاهز المباراه؟ ان شاء الله باذن الله جاهز. زمان ما شفناك اساسي. والله باذن الله، انا والله دحين يعني اعاني شويه من التعب يعني من يعني شهرين ما العب، ما كنت عشان سويت العمليه، وهذا الشيء يعني شويه متعبني شويه يعني من ناحيه اللياقه ولا حتى اللمسات، يعني شويه احس انها شويه كذا مختفيه، لكن باذن الله يعني مع الايام ان شاء الله تقدر كل شيء يرجع لوضعه الطبيعي. هذا كان حديث اللاعبين محمد فوزي وهتان بهبري. نشوف عبد عطيف ومشعل السعيد. انك تواجه الهلال على ارضك اول افضل، انك تواجه ذهاب على ارضك افضل من الاياب؟ لا هي الوضع انت راح تلعب بارضك وراح تلعب في ارضه، يعني فالوضع انا اتوقع طبيعي، يعني بالعكس هي اللي يمكن الفريقين عندهم خبره الذهاب والاياب، اتوقع حتى المدربين اثنينهم عندهم خبره اداره الذهاب والاياب، اللعيبه كذلك عندهم خبره اداره الذهاب والاياب، اتوقع اللي راح يكون افضل في مجموع المباراتين هو اللي راح يتاهل، ما راح تكون مجموع مباراه واحده والفريق افضل مباراه واحده راح يتاهل، انا اتوقع مباراتين هي اللي، لان ما اتوقع ان الفارق في مباراه واحده راح يكون يعني فرق كبير في الاهداف يعني والنتيجه تكون فارقه كثير. ما بتنتهي مباراه واحده، لازم مباراه. اتوقع هذا الكلام يعني. سؤال الاخير عبدو، فزت في البطوله كم مره؟ انا مرتين. مرة ثالثة؟ والاتحاد طرف ثابت دائم في النهايات. صح. فالاتحاد ما نبغى نستمر في هالميزة، ان احنا لازم نكون رقم صعب في البطولة هذه، دائم ثابتين في النهائي، واللي يعني اللي يدور الصعب يعني حالاته يعني يمر بظروف يعني اشياء صعبة امامه، لا تنسى ان فريق الهلالي فريق صعب، لكن هذه حالات البطولة انك لما تاخذها تتجاوز جميع الابطال والفرق القوية اللي امامك. جاهز؟ باذن الله. اثارة المباراة راح يعني توصل لحد اخر دقيقة من المباراة الثانية، مباراة الاياب. انا اتوقع كذا، مستحيل انها تخلص المباراة الأولى أو حتى المباراة الثانية من الشوط الأول انها تخلص، مستحيل يعني ما اتوقع. ايش اللي انتم كلاعبين الاتحاد ايش اللي يقلقكم في الهلال بصراحة؟ والله الهلال ما يحتاج فريق، اتوقع انه فريق كبير وغني عن التعريف واللعيبة، تتوقع انهم يعني عنده لعيبة مزيج بين لعيبة الخبرة والشباب. مبارياتنا مع الهلال شوف بصراحة الكل يتمناها، حتى اللعيبة يعني حتى احنا كلعيبة نتمنى ان يعني ان نلعب مباريات زي كذا، لأن بصراحة هذه المباريات اللي اتوقع انها تعكس مستوى الكرة السعودية. الاستعداد يكون لها مختلف؟
والله هو ما اقول لك مختلف يعني مره، بس اتوقع ان الحساسيه اللي صايره بين يعني في داخل الملعب طبعا، بس مو برا الملعب، داخل الملعب بحكم ان التنافس بيننا، اتوقع انه يخلينا ان احنا نتحمس مباريات الهلال يعني اكثر من غيره. في رساله جتني من اكثر من جمهور الاتحادي لمشعل بالذات، يقول مشعل احنا نرضى بمستواه احيان كثيره بس ما نرضى بالبطاقات الملونه، ايش ترد عليه؟ والله المشكله هي البطاقات احيانا تجي كذا عفويه، طبعا احيانا انا استعجل فيها يعني اسوي فاولات يمكن ما لها داعي. هذا عبد الله الراشد ولاعبي الاتحاد في جده محمد الشهراني ولاعبي الهلال عبد اللطيف الغنام وسالم الدوسري. كابتن سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، ان شاء الله موهوب والظاهر موهوب بعد في الكاميرا، شفتك قبل شوي تشيل الكاميرا وتصور وانا مطلعها اللقطات هذه حقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني انت اللي علمتني بخبرتك هذه اشياء الكاميرا، الله انا مالي بس الا في الكوره. كيف شفت التصوير صعب؟ والله اكيد مو صعب بس انه ثقيله شوي يعني مع اول مره اشيل زي هذه، والحمد لله بعد فضل من عندك الحمد لله كويس. طيب مباراه جده كيف تشوفها مع الاتحاد مباراه الذهاب؟ والله اول مباراه لنا يعني ان شاء الله يعني نقدم مستوى كويس يعني نرجع للرياض ان شاء الله يعني بالفوز ان شاء الله يا رب. تعال مصورنا المودع. الله يعطيك العافيه بعد اخراجك من عندك. كابتن عبد اللطيف الغنام، اول شيء اقول لك الحمد لله على السلامه على حادث القدر. الله يسلمك من كل شر وشاكر لسؤالك. مباراه جده كيف تشوفها مع الاتحاد مباراه الذهاب كاس الابطال؟ الحمد لله والشكر ان شاء الله استعداداتنا على خير ما يرام باذن الله عازمين وان شاء الله على تحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في مباراه الذهاب. وان شاء الله الخميس يكون الحسم في ملعبنا ان شاء الله. يعني لغه التحدي بين اللاعبين واضحه والحماس تشوفه يعني في حديث اللاعبين. هذا شيء جيد. نتمنى يكون حماس في ارض الملعب اداء جيد. يعني اللي شاهدناه غير مقنع بصراحه في مباريات الاتحاد بشكل عام هذا الموسم ومباريات الهلال كذلك. نتمنى يعكسون يعني أنا لست متشائم من المباراة أن تكون جيدة، لكن الحماس وحده لا يكفي، إذا ما يكون هناك أداء جيد وجماعي وحلول فردية وإمكانات فنية جيدة وتطبيق ما يريده المدرب ما تستمتع بمباراة. مباراة الاتحاد عندما تكون في القمة عندما يكون الجاهزية كاملة لجميع اللاعبين، غيابات موجودة، مستوى فني غير مقنع، لكن مجال التعويض في مثل هذه المباراة يفترض أن يكون فعلا يعني يعطينا مدلول أنه يفترض أن نشاهد مباراة جيدة. طيب أبو سلطان. والله أنا ودي هالتصريحات بس تنعكس على مستوى الجمهور وأنه يكون الملعب مليان، لأنه عندنا مشكلة من ضمن مشاكل دوري زين هذا الموسم اللي هو نسبة الحضور الجماهيري، فهذه مشكلة أساسية. أبو سلطان تسمح لي بس، شفت اللقطات والصور؟ أيوة. هذا تصوير سالم الدوسري لاعب الهلال ما شاء الله، أخذ كاميرا البرنامج ويتجول بين اللاعبين. هذا مبدع في كل شيء، سواء في التهديف ولا في الأداء ولا في التصوير ولا في محبة الناس حتى، بأمانة كسب قلوب الكل. صحيح. شايف كيف؟ فأنا أقول لك إن شاء الله حتكون مباراة كبيرة. الغيابات الآن مثلا زي الهلال ثبت إنه ويلي والهوساوي مثلا حيغيبوا بكرة، لكن شوف الهلال يمكن يكاد يكون هو الفريق الوحيد اللي عنده عشرات الحلول، لا يقف على لاعب او اثنين، وهذا سالم الدوسري زي ما حكيت عنه الان يعني احد المصورين احد فلتات الهلال وبذوره الطيبه اللي بامانه يمكن ما تكررت الا قبل 30 سنه ايضا مع لعيبه الهلال لما دخل النعيمه والبيشي والمهنا والمجموع وفهودي لما دخل المنتخب، الان من هذاك الوقت هو فقط سالم الدوسري اللي دخل بهذه السرعه. طيب خلينا نشوف بطاقه لمباريات الغد او من مباراه الغد نشوف مباريات. ستقام غدا على استاد الامير عبد الله الفيصل بجده اولى مباريات دوري الثمانيه لمسابقه كاس خادم الحرمين الشريفين الابطال والتي يستضيف فيها الاتحاد نظيره الهلال في مباراه الذهاب بين الفريقين. المباراة ستشاهدونها عبر شاشة القناة الرياضية السعودية في تمام الساعة 8:50 دقيقة. طيب هذه بطاقة لمباراة الغد، خلينا نشوف سبورت كليب.
هذا كان في النصر تخيل، راح فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.